ازيكم يا جدعان، اهلا بيكم في فيديو جديد من محاكي مكر الانترنت. انا لسه صاحي من النوم كده، فجاه لقيت العيل ده بيلعب في الصاله هنا كده معانا. انت مين يا ابني؟ بتقول لي ده ابنك منين يا بيه؟ مين وامتى وازاي وفين؟ مش عارف انا يا جدعان. المهم لقيت في بيبي صغير كده وشكله حلو، عمال يلعب بكوره ويتنطط ويجري ويروح عليها، فانا حبيت الموضوع. فاحلى مسا عليك، حلو كويس ان انت عملت حاجه مفيده. في دبانه رخمه مسكتها، والله مسكتها انني صائد الزبان. يا لهوي ده اتفحصت، يا لهوي. شايفين يا جدعان الدبانه؟ ده بص، ده انا بوجه كلمه للدبان اللي منتشر عندي في الاوضه، مصيركم هتبقوا شبه ده. شايفين ده عامله ازاي؟ مش باينه اصلا اهي. شايفينها عامله ازاي اهي؟ يلا جنب اخواتك. طب خلينا مع بعض كده رجاله نبدا ننزل نشوف الشغل بتاعنا، ونبقى نشوف حكايه الواد ده بعدين، لان انا مش فاهم منه حاجه، مش فاهم هو جه امتى اصلا. طب التلاجه مليانه اكل، نملى لها التلاجه اكل عشان ما تتحججش وتسيب البيت وتمشي زي المره اللي فاتت. عشان المره اللي فاتت سبت لها التلاجه فاضيه، سابت لي البيت ومشيت، هربت ومن هنا وراح ما فيش شغل. عشان تبقى عارفه، بس انا عرفت انت بتروحي فين. الناس قالت لي، الناس كلها قالت لي في الكومنتات تحت ده انت طلعت مشهوره. ماشي، وانا مش عارف. انا المره الجايه ده انت ما فيش مره جايه. اطلع يا عم هات الاسانسير، والبس السماعه. طب يا صاحبي اللي عايز يجرب اللعبه ده، سيبالك موجوده تحت الفيديو في اول كومنت، سواء كنت كمبيوتر او سواء كنت ايفون او سواء كنت اندرويد، ده موجود تحت الفيديو. يلا بينا نركب الاسانسير بتاعنا وننزل الدور الاولاني. انزل يا صاحبي في الدور الاولاني، يلا بينا. بسم الله الرحمن الرحيم. طب يا رجاله، النهارده بقى احنا هنهتم بالشكل بتاع السايبر بتاعنا. احنا خلاص بقى عندنا اجهزه كتير، وبقى عندنا ما شاء الله يعني حته سايبر رايق حاجه رايقه. بصوا تعالى بس نخبط سندوتشين كده في السريع، سندوتشين يا صاحبي، بس كده ظبطنا الاكل بتاعنا. نروح بقى كده نعمل ايه دلوقتي يا شباب؟ نفتح السايبر بتاعنا، محل اصلانه. اوه شايفين يا شباب انا عملت ايه؟ دي كلها تجمعات كمبيوتر. شايفين التجمعات عامله ازاي؟ نشغل بس الكهرباء الاول، نشغل الكهرباء ونقيد النور عشان بس بنسى والناس بتقول لي قيدنا النور اهو. شايفين الاضاءه اللي انا عاملها؟ شايفين البتاعه دي ولا شايفين الرسمه دي ولا دي ولا دي ولا دي؟ انا جبت شويه ديكورات على النعمه في المحل، منوره المحل، مش عارف بتاعه ايه بس حلو. هو في ايه الجهاز عامل كده ليه؟ هو الجهاز ماله؟ في الجرافيك بتاع اللعبه باظ ولا ايه؟ استنى كده بنقعد على الجهاز ثاني. ايه يا عم انت مالك يا عم؟ فيك ايه؟ فيك يا صاحبي مالك؟ خلينا نفتح المحل بتاعنا، نقول له اوبن. افتح يا عم اوبن، ونفعل الاوتو دي عشان نبقى ايه، يقبل كل الطلبات اوتوماتيك. بصوا بقى تعالوا اما افرجكم انا عملت ايه في الدور اللي فوق. شايفين الدور اللي فوق؟ بص كده يا صاحبي عملت فيه ايه. جبت هنا ثلاث تجمعات بلاي ستيشن 5، وحطيت مكن الاركيد كله هنا، ولسه في مكن اركيد هيتحط هنا، وهنقفل الاوضه دي كده. ففي حد يقول لي طب ايه اللي ورا هنا كده؟ في حاجه ورا؟ انت قافل ليه على المكان ده؟ ما رجعتش ليه مكان الاركيد ده ورا؟ هقول لك انا يا صاحبي، هات المكنه دي كده وانا افهمك. هات المكنه دي حطها هنا كده، بس كده تعالى. شايف المكن اللي شغال ده؟ المكن ده ما ينفعش اي حد يشوفه، عشان لو الشرطه شافته هتقفل لي السايبر بتاعي ده. مكن عارف انت بيولد لي يعني بصنع فلوس، عشان بس في ناس لو قلت لها بيتكوين هتقول لي يعني ايه بيتكوين، مش هتبقى فاهمه. فالمكن اللي شغال ده بيزود الفلوس بتاعتي، فده ما ينفعش الشرطة تشوفه. فأنا زي ما انتم شايفين كده حط ورا هنا اهو، وقافل عليه بالمكنة دي كده، عشان ايه؟ يبقى احنا كده ولا كأننا عملنا أي حاجة. أو حد يجي يدور ويفتش، يا باشا تعالى فتش، مفيش أي حاجة يا باشا، ده أوضة مقفولة. وقافلنا بالبتاع كده. تمام كده يا رجالة، تعالوا بقى مع بعض نروح نعمل ايه؟ تمام، الأجهزة بتاعتي متظبطة، كله متظبط. في حاجة ناقصة يا شباب؟ في حاجة ناقصة؟ مفيش أي حاجة ناقصة. خلينا نودي أجهزة الكمبيوتر بتاعنا الحلو كده، ونخش على المايك كافيه. فين المايك كافيه؟ مايك كافيه. ونبدا نشوف احنا ناقصنا ايه بقى. ناقصنا مثلا باب ازاز، نعمل باب ازاز اهو. ادي باب ازاز اهو، تمام. هات يا صاحبي الفلوس، احلى مساء. انت دهن جسمك زيت ياض ولا ايه؟ يخرب بيت سنينك، والله دهن جسمه زيت. طيب وعملنا باب ازاز، ايه تاني؟ هات يا حلوه الفلوس بتاع كل يوم. المره الجايه عندك خصم، مش هتدفع فلوس خالص. شكرا، انت ما تجيش خالص، مش عايز اشوفك. يلا نقعد على جهاز الكمبيوتر ونبدا نجيب عربيه الهوت دوج. في عربيه هوت دوج جاي، تعالوا نشوف عربيه الهوت دوج. يلا بص بص في السريع كده، في السريع. عربيه الهوت دوج دي بتشتغل طبعا، انتوا عارفين الراجل ده بيعمل ايه. اخر النهار بينام هنا على الورق اللي هو فرشه ده، والعربيه دي ما بتشتغلش وما بتجيبش فلوس، والله العظيم ملهاش ريحه اللازمه. بس كده ايه ده؟ البتاع التكييف ده كل مره بيقع عليه، ايه اللي بيوقعه ده؟ يا عم اشتغل خليه اوتو، كل مره الاقيه واقع على الارض.
وايه ده والساعه، الساعه اللي انا شاريها برضو على الارض، ودي اضاءه دي ما مش عايزها انا الاضاءه دي، بس يلا ماشي. خلينا نقعد على جهاز الكمبيوتر نشوف هنجيب ايه تاني. سماعات سبيكر عشان برضو المكان، نجدد السماعات السبيكر، نجدد السماعات السبيكر، نجيب خلاط لل اسمه ايه ده واسمه ايه المطبخ، نجيب خلاط للمطبخ، نجيب سخان للحمام، نجيب انذار حريق، نجيب انذار ميه، نجيب تلاجة فيها بيبسي، نجيب مش عارف ايه، نجيب للمطبخ بتاع كده، ونجيب كيتشن. ده كله بفلوس عمالة تدفع، انا تقريبا دفعت كل الفلوس اللي معايا، يا نهار ابيض دفعت كل الفلوس اللي معايا. تعالوا نجيب تلاجة. بصوا تعالوا اوريكم الحاجات دي كلها، انتوا هتتصدموا اصلا. هات يا صاحبي، حبيبي يا صاحبي، شكرا. شايفين يا شباب انا عملت ايه في الكيتشن بتاعي؟ جبت تلاجة، طبعا التلاجة فاضية، ما ينفعش املاها اكل ولا ايه؟ ايه ده البتاع دي كانت هنا، تعالى احطها هنا بس كده. اقفل التلاجة، التلاجة فاضية، والبتاعة دي فيها بيبسي وشوكولاتات وحاجات حلوة. يا سلام، واشتريت خلاط ليه اهو يا عم، اهو خلاط اهو. اي نيد ا كوفي، انا عايز كوفي يا صاحبي. ما بيعملش كوفي ده ولا ايه؟ اعمل لي كوفي بسرعة دلوقتي، اعمل لي كوفي بسرعة دلوقتي، مش وقته زعل مني. استنى ما ناخد فلوس من الراجل ده اهو، 300 دولار حلو، كل زبون بيدخل ويطلع كده يديني 300 دولار، حاجة 100 100. تعالى نزود الحمام كده، نزود كده حاجات في الحمام، دي كلها حاجات للحمام على فكرة. والله بص يا شباب، أنا اشتريت كل حاجة في اللعبة، أنا هقعد أوجع في دماغي ليه؟ كل حاجة كده أنا اشتريتها خلاص. تعالى بص كده أفرجك على الحمام أهو، شايفين عمل إزاي؟ حاجة في منتهى الجمال. شايف؟ هنا في بتاعة، وهنا في واحدة كمان أهي، وهنا في واحدة كمان أهي، عشان الناس المقرفة اللي بتخش تعمل كيكي جوه. يلا خلينا نخش نشوف بقى هنعمل ايه تاني. هنعمل ايه تاني؟ كنت عايز اعمل ايه؟ في حاجة، بس ياك يكون معايا فلوس، معايا فلوس، معايا فلوس. بصوا بقى، عارفين المكن اللي انا قلت لكم عليه اللي هو ورا المكن ده، اللي هو بتاع اللي بيعمل لي فلوس ده، اللي هو بتاع البيتكوين؟ تعالوا نروح نشتري منه كمان، انا عايز يبقى عندي كتير عشان اجيب فلوس اكتر، لان المكن ده هو اللي بصراحة هو اللي بيجيب لي فلوس كتير جدا. ايه ده؟ الدبدوب مروح، الدبدوب اللي شغال معايا، اللي بيقعد يرقص قدام المحل. استنوا يا شباب، لما نعرف هو بيروح فين. ايوه اقعد امشي هز كده، بس مش عارف هو زعلان ليه يا جماعة، حد عارف قصته؟ احنا لازم نعرف قصة الدبدوب ده، لانه دايما حزين كده وما بيفرحش، حتى هو بيرقص وهو حزين كده. استنى اما نشوف بيته فين، ولا هو بيروح فين. يا دبدوب مالك يا دبدوب؟ ايه ده ايه ده ايه ده؟ الدبدوب اختفى هنا والله. ايه ده؟ استنى ده راح فين الدبدوب ده؟ سيبك، هنبقى نعرف المرة الجاية هو بيروح فين. خلينا بس نشتري الأجهزة اللي احنا قلنا عليها، نشتري الجهاز ده وده وهنشتري دي كمان، وهنشتري دي ودي. تمام، اشترينا كل الحاجات دي. طبعا بقى ناقص ان احنا نحطهم في الشنطة بقى، خلاص كده احنا اشتريناهم، لازم نحطهم في الشنطة معانا. ماشي، نحط كل ده في الشنطة اهو، نحط كمان في الشنطة ده، الشنطة بتاعتنا واسعة وتشيل، وحط دي في الشنطة، وحط ده كمان في الشنطة مش هتاخد. اوبا، الشنطة مش هتاخد يا شباب، في حاجة لازم ارميها. الشنطة مش هت... طب استنى حط دي كده، عايز ارمي البتاع ده هرميها، مش عايزها دي، بس حط كده وهدي كده بس. في حاجة تاني؟ خلاص كده، بتاع دي رميتها مش عايزها. ياك بس مفيش الظابط ما يشوفنيش وانا ماسك الجهاز ده، لو شافني هينفخني، هقول لي تعالى بتعمل ايه؟ ايه ده الناس؟ انا عايز اشوف حد يقف هنا يلم الفلوس من الناس، بدل ما انا كل شويه عمال الم منهم. ايه ده؟ مين اللي وقع على الكرسي ده كده؟ نار ابيض، واحد بوظ التجمعات كلها. استنى يا عم، انت بتعملي ايه انت كمان؟ هو ده وقته ولا ده المكان؟ بتلعب رياضه؟ مين اللي بوظ التجمعات كده؟ بوظ الدنيا كده. استنى يا عم، ما اظبط لسه، اظبط الدنيا بس يا عم، مالي يا عم؟ ايه اللي حصل ده؟ ايه اللي حصل؟ استنى يا عم، في ايه؟ بس هات المكتب ده كده، حط المكتب ده هنا، هات دي كده، وايه تاني؟ ودي هنا كده اهي، والكرسي اهو. الحرامية بيدخلوا يبهدلوا الدنيا ليه هنا والله العظيم؟ لا احنا قلنا الكيس هنحطها هنا. لا استنى يا عم، ايوه كده. والتكييف برضو مش عارف الحاجات دي بتقع ليه. في واحد عمال ايه؟ فين اللي بيعمل؟ عمال ايه؟ يلا خلاص كده التجمعه اشتغلت يا شباب اهي.
التجمع اشتغل. دي ناقصها حاجه على فكره، ناقصها شاشه. ما الشاشه قدامك، ازاي ناقصها شاشه؟ ما الشاشه بس كده. والتجمعه دي مالها، فيها ايه كده؟ ملبوسه دي ولا ايه دي؟ بس كده تمام كده يا شباب، كل حاجه كده شغاله تمام من غير اي مشكله. سيبنا نحاسب الراجل ده. يلا يا صاحبي مع السلامه، شكرا. خلينا بقى نطلع نركب. شوف لهبه اللي عبيط بيعمل ايه، وانا عمال اقول مين اللي عمال بيلعب ضغط على السلم، على السلم عندي. طب مال الناس، خلي الناس تعدي. طيب ده انت راجل بارد، خراب عليهم. ولو ضربته هيطلع يجري ورايا. شوف. طب مال والنبي يا خرابي، ابعد يلا اجري. هات العصايه، هات العصايه، امسك العصايه بقى. تعال هتعمل له هاو بقى اهو. ده بيلعب بوكسر اهو. يلا امشي امشي، هات فلوس يا صاحبي، عاش عليك. 500 ان شاء الله. يلا يا شباب خلينا نلحق بسرعه كده، نشيل بس مكنه الاركيد اللي في النص دي ونحطها هنا كده، وندخل نركب الاجهزه اللي معانا. خلينا نركبها كده جنب بعض، ونحط كمان كارت الشاشه ده. نعوز نحط كارت الشاشه هنا، ونحط فين؟ ايوه البتاعة دي كمان اهيت جنب اختها كده، ونركب فيها كروت الشاشة التانية اهو. لا تحتاج كروت شاشة اكتر يا شباب، بس دي احلى حاجة، ان هي يعني اسرع حاجة في اللعبة بتجيب فلوس، اللي هي البتاعة اللي انا بعملها دي. لو الواحد عايز فلوس بسرعة يبقى ده انسب حل ليه. خلينا بقى نشغل البتاع ده. اوه لازم ادخل الرقم اللي هو ده، الرقم ده واي زد زد ان 4 ان. طب ما هو يا عم اهو، بس كده كده وركينج على طول، اشتغل على طول اهو. بس خلاص كده كده كله اشتغل، كله شغال، كله شغال يا شباب، كله شغال. تمام تمام كده كله شغال يا شباب. خلينا بقى نرجع المكنه دي عشان ما حدش يعرف اللي احنا بنعمله هنا خالص. بس كده كده تمام كده، احنا شغالين في السكرته. اوه انا كده هيغمى عليا، كده هيغمى عليا، هيغمى عليا. مش هلحق مش هلحق مش هلحق، اروح اعمل سليب، مش هلحق اطلع اعمل سليب فوق. ايه الشرطي، مش وقته يا شرطي، انت بتيجي في اوقات غريبه والله، انت راجل رخم. بس امشي بقى مع السلامه، خلينا الحق اعمل سليب بسرعه. اطلع الدور الثالث، الدور الثالث. مش هلحق مش هلحق، هيغمى عليا في الاسانسير. ممكن الحق؟ مش هلحق. لا لا شكلي هلحق، شكلي هعملها، شكلي هعملها. اصبر اصبر بس 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 بس. افتح بسرعه افتح بسرعه. سليب سليب. اوه كده بقى الطاقه بتاعتنا هتتملى على الاخر، زي ما انتم شايفين كده الطاقه والنوم وكل حاجه. يا بنت اعترفي يا بنت، الواد ده ابن مين؟ اعترفي. انزل يا عم يلا الدور الاولاني يا عم، يلا بسرعه. يلا يا صاحبي تعالى تعالى تعالى، خش خش يا رجاله خش، منورين المكان والله العظيم، منورين منورين. خش يا صاحبي خش، ازلط ازلط جنب اخواتك. غير الديكور بتاعه الكالر كده، اللون نخلي لونه حلو كده. يعني ايه رايكم في اللون هون؟ تيجي نعمله لون رصاصي؟ لا 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 مش حلو، مش حلو اللون الرصاصي ده. اللون ده جميل جدا يا جماعه، جميل جدا اللون ده. ولا ايه، ولا وحش؟ انتوا اللي هتقولوا لي في الكومنتات بقى هو حلو ولا وحش ولا ايه الظروف. ماشي بس انا شايف ان هو كويس جدا. والبتاعه دي اللي وقعها دي، بس كده كده تمام يا شباب. احنا كده المفروض عاملين شغل يعني 10 على 10 تمام. هات البتاع بس اللي ورا دي، خلينا نحطها هنا كده عشان ايه مفيش مكان. بس كده ايوه تتحط هنا كده يبقى شكلها حلو. خلينا نقعد على جهاز الكمبيوتر، نغار السقف ونغار الارضيه. تمام نغار بقى ده السقف ده ولا ايه؟ ماشي. ديسك تمام، خلينا نغير، نخليها اللون هون، عايزين لون برضو يكون ماشي معاها يعني. ممكن اللون ده، ممكن اللون ده يكون حلو. ده الارضيه. احلى مسا عليكم. الله تعال بقى نغير السقف بقى بالمره، يلا ونخليه برضو نفس اللون. يا سلام يا سلام على السايبر بتاعنا يا شباب، ايه الحلاوه دي، ايه الجمال ده. الله ايه ده، في مكان هنا. ده في ناس بتحاسب بالفيزا على طول من غير ما يعني، انا ماليش دعوه. والله حاجة جامدة جدا يا جماعة، حلو الاختراع ده. استنى اما نحط الساعة دي في أي مكان هنا كده، في ساعة برضو واقعة على الأرض، هنحط يعني الساعتين دول جنب بعض. بس كده يا شباب، تعالوا بقى نشتري كمان مكن أركيد عشان نقفل المكان ده، هقفل المكان ده مكن أركيد. أنا مش عارف اللوح والحاجات دي بتقع على الأرض ليه؟
خلينا نشتري مكان كمان، مكان اركيد كمان. يلا ننزل. على مسا عليك يا صاحبي. احنا عملنا سايبر يا جدعان على مستوى عالي جدا. مايكا فيه؟ لا مش مايكا فيه. هنخش على زمزر. استنى يا صاحبي، في واحد عايز يحاسب. ثواني يا صاحبي ثواني، هنشتري بس مكانتين اركيد. فين مكان؟ اهو ادي واحد اتنين. استنى اما نكبر. ندخل اعمل شراء بس كده. شكرا. اشترينا مكانتين اركيد. تمام يلا يا صاحبي مع السلامه. ما في فيزا يا جماعه، اللي عايز يحاسب فيزا يا جماعه. انتوا بتتعبوني معاكم ليه يا رجاله؟ اوه ايوه كده اشتغل وارقص كده. ايوه ليل نهار ما تبطلش. مش عارف بس حزين يا شباب، بحس ان هو حزين والله. امين يا ابني انت جاي تعمل ايه؟ واحد هرب ما دفعش فلوس. جيبه. ايوه كده سيبوش. البوتجارد ده والله العظيم عاش عليه بجد، بيتعب معايا. تعال يا صاحبي هات فلوس. نشوف الراجل اللي معاه مهمه ده. في واحد معاه مهمه ليه؟ عايز اعمل المهمات. اهو الراجل ده، الراجل ده. We may not finish the design of the device but the power مش عارف ايه is very expensive. I need 25. يا لهوي. If you can find this money I will have finished the device tomorrow. device ايه بقى اللي هيعمله ده بقى؟ ده عايز 25,000 دولار. ليه؟ هتعمل بوم ايه؟ فخلينا نجمع له الفلوس اللي هو عاوزها ونديها له ونشوف هو هيعمل لنا ايه. بس قبل ما اديله الفلوس انا عايز اعمل حاجه بس كده، عايز اجدد الكمبيوتر بتاعي والحاجات دي كلها. فخلينا نقعد كده نجددها وندخل على ثواني بس يا صاحبي ثواني. ماي كافيه، ماي كافيه اهو. ماي بي سي، هقوم مجدد البي سي بتاعي. جايب اغلى بي سي، وجايب الكيبورد بتاعي اغلى كيبورد، والماوس اغلى ماوس، والكرسي احلى كرسي، والديسك احلى ديسك. فين احلى ديسك؟ اهو. بس كده شباب، ايه رايكم بقى؟ ايه رايكم في التجمعه بتاعتي؟ جبت كرسي جيمنج اهو، والترابيزه زي ما هي على فكره ما اتغيرتش. هات 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 الناس اللي عايزه تدفع. حاسب حاسب. وجبت وغيرت التجمعه بتاعتي اهي، شكلها بقى حلو. تمام كده يا شباب. كده ناقص البتاعه دي. بتقع عليه فيها يا جدعان؟ كل مره الحاجات دي بتقع مش عارف ليه. يلا كده ناقص لي بس تجمعه اجيبها هنا. في تجمعه ناقصه هنا. مكن الاركيد زمان وصل يا شباب، ده انا نسيت خالص. اهو مكن الاركيد، حطه في الشنطه، وحط دي كمان في الشنطه كده. الله ينور عليه. بس كده كده حلو قوي. نطلع نحط مكن الاركيد. هات يا صاحبي بقى. معانا فلوس قد ايه عشان الراجل اللي محتاج مننا 25 ده؟ معاه 17. حلو بالمصاريف اللي انا صرفتها كمان. ماشي خلينا نحط مكن الاركيد هنا. برضو البتاع وقعت على الارض تاني. ينفع نحط مكنه هنا؟ مش هتيجي المكان ده، مش هيجيبها. طيب خلينا نحطها كده كده. بس كده كده يا شباب احنا قفلنا الاوضه دي كلها كده مكن اركيد. وطبعا انتم ما تعرفوش اللي ورا البتاع ده. واحد يقول للظابط اهي. شايفين ايه ده؟ ايه ده؟ اللعبه جلشت. الله تصدق اللعبه جلشت. ايه يا عم استنى يا عم، لا اصبر الدنيا باظت. المشكلة في مكان اهو، ما انا اقدر اعدي اهو. عايز اقفل المكان ده. بعد اذنك يا حاج هناخد بس المكنة اللي انت بتلعب عليها دي. يلا مع السلامة. ايوه بس كده يا شباب كده بقى، عشان نقفلها بس صح تبقى مقفولة قفلة مظبوطة عشان ما فيش حد يعرف يعدي. والله المكان مش عاجبني بصراحة وحاسسها وحشة، بس هنعمل ايه عشان ندرع الحاجات اللي ورا دي. طب يلا خلينا ننزل مع بعض كده بقى. العيال بتلعب رياضة على السلم. يا ابني انت هبل يا ابني، ده ايه الهبل ده؟ وسايبين كل حته، يعني سايبين المكان كامل وطالعين على السلم. ماشي معانا فلوس قد ايه؟ معانا 20,000 لسه، 5,000 بس عشان نخلص. حاجات بسيطه يعني، استنى حاجات بسيطه. تمام تمام. بصوا كده الليد الاصفر ده، الليد اصفر اهو يا شباب، اتعمل في المكان كله. واو جامد، حلو قوي. تمام كده يا رجاله. الفيديو اللي جاي بقى ان شاء الله هنحاول ان احنا نجدد حاجات احسن من كده. يعني انا عايز برضو ان انتوا تنزلوا تكتبوا لي تحت في الكومنتات وتقترحوا نعمل ايه الفيديو اللي جاي. يعني عايز حاجات جديده، غير طبعا ان احنا الفيديو اللي جاي هنبدا نجيب تجمعه جيمنج وهنحطها هنا. هيبقى تجمعات الجيمنج كلها اللي هي بتاعه الكمبيوتر كلها تحت. هنبدا بقى نجيب كمان تجمعات غير الثلاثه اللي فوق دول. في ايه هنا كده يا ابني؟ في حد هنا بيلعب رياضه ومختفي ولا ايه؟ هنبدا بقى كمان نجيب تجمعات اكس بوكس. دي كلها تجمعات بلاي ستيشن. هنجيب هنا تجمعات اكس بوكس في الصف ده كله كده، وهنا كمان وهنا كمان. ومكن الاركيد هتبقى دي الاوضه بتاعت المكن الاركيد بس، يعني هنا المكن الاركيد.
تمام كده شباب، بس كده الفيديو الجاي ان شاء الله هيبقى فيه تطويرات جامده في المقهى بتاعنا، هنجدد فيه ونعمل احلى شغل فيه، فاستنوا الفيديو اللي جاي عشان الفيديو اللي جاي هيبقى رايق قوي قوي قوي. شكرا ليك طبعا يا صاحبي انت كملت الفيديو الاخر، وزي ما قلت لك هسيب لك اللعبه دي موجوده تحت الفيديو في اول كومنت عشان لو انت عايز تجربها. حبيبي يا صاحبي